صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، عاملين ايه اخباركم؟ صباح الخير لجمهور الاهلي كله، صباح الخير لاعضاء النادي الاهلي كلهم، ربنا يحفظكم جميعا. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا للسيدات بالذات. احنا اتكلمنا في حلقات فاتت عن موضوع الحوامل، ازاي ندرب الحوامل. دلوقتي هنتكلم على بعد الولاده، يعني خلاص الحامل ولدت، في طبيعتين من الولاده، ولاده قيصري ولاده طبيعي. طبيعي بعد ال 40 يوم ممكن تتمرن زيها زي اي حد طبيعي. المشكله عندنا في القيصري. القيصري لما بيجي يتمرن بيحصل بعد الولاده قطع في عضلات البطن. عضلات البطن لما بتقطع لما بيجي الدكتور يخيط بعد الولاده بيخيط خارجي بس، ما بيخيطش العضلات الداخليه. بتبقى في حتت عميقه في الجوه مش متخيطه. لو اتمرنت تمارين والعضلات دي لسه ما لحمتش هتفضل بعيده عن بعض، وممكن توصل ان هي تبقى عاهه مستديمه، ان هي تفضل بعضلات بطنها بعيده عن بعض. ودي بنشوفها ان بعض الناس بطنها مقسومه نصين. فمنعا الحته دي احنا وصل لها اول نوصل لمرحله ان عضلاتي تفضل زي ما هي كده نتيجه ان انا مرنتها قبل 3 شهور، فدي تحصل فيها مشكله. بيحصل ايه عشان اعمل الكلام ده؟ بعمل تيست. ده بيبقى مدرب محترف او الدكتور بتاع النساء هو اللي بيقول العضلات لحمت او لا. نتيجه ان هو بيحط صابعين فوق السره وبيعمل اكشن البطن، لو الصابعين لفوا يبقى البطن لسه ما لحمتش، لو ما لفتش يبقى البطن لحمت. هنا نبتدي نتمرن. طب عشان ابقى في السيف سايد او في المرحله الامان بتاعتي ان انا ما اتمرنش قيصري، لو انا والده قيصري ما اتمرنش تمارين بطن او اعمل اي مجهود لعضلات البطن الا بعد 3 شهور. طب هخس بطني ازاي وبطني زادت؟ ده بتنظيم الغذاء بتاعي، ان نسبه الدهون تقل فالعضلات عندي هتبتدي تقوى واحده واحده مع ان انا احرق الدهون اللي في المنطقه دي تزيد. طب ندي تمارين بقى بطن او تمارين خاصه بعضلات البطن للناس اللي خلاص خلصت الثلاث شهور او اللي ولدت طبيعي بعد ال 40 يوم. في تمارين مبدئيه اللي هو وانا واقف. بعد ما اكون سخنت كويس في البيت، لو بتمرن في البيت بتمرن في الجيم، بمشي على المشايه، بتمرن في التراك، بمشي في التراك، ايا كان بقى بعمل مجهود بدني. مفيش مشكلة إن أنا أسخن عشان أرفع درجة حرارة جسمي. بعمل جامب. حاجات ما أحاولش إن أنا أعمل مجهود بدني جامد قوي فيها، فكرة منها إن أنا أرفع ضربات قلبي عشان تعلي درجة حرارة جسمي. أبدأ بعدها التمرين السهل بعد كده الصعب. ناخد التدرج بتاعنا من السهل للصعب عشان ما يحصلش إصابة. السهل بتاعي إن أنا هعمل تمرين بطن. ده تمرين بطن مفيد جدا، يعني بيفيد عضلات البطن اللي هنا. لو شغلت إيدي من فوق مع رجلي هفيد الاتنين. ده البدايه كده، انا بمرن بطني والجناب مع بعض. طب لو عملت كده كده بمرن عضلات بطني اللي هنا واللي هنا مع بعض عن طريق رجل مع ايد ورجل مع ايد. دي تمارين اوليه خالص فيها الاكشن، بقوي العضله واحده واحده. طب هبتدي اخش في تمارين اصعب سنه وممكن نعملها والاحسن تبقى مفيده عشان عضلات ظهري بعد الحمل بتبقى ضعفت نتيجة الكيرف بتاع الحمل. الأحسن أستخدم كورة طبية زي كورة زي كده. باخد القاعدة الطبيعية بتاعتي عشان أقوي عضلات بطني كده. خدت الكيرف الطبيعي بتاع ظهري، هطلع بإيدي سنة لفوق وانزل تاني، سنة لفوق وانزل تاني. ده تمرين بطن، مش لازم اقوم للاخر. وكده انا امنت ظهري لان هو لسه ضعيف بعد الولاده، لسه ما قويش، فانا مامن ان عضلات ظهري ما يحصلهاش مشكله لا في الفقرات ولا في الظهر. طيب عايز اصعب، ممكن اقابل ايد مع رجل، جسم ايد مع رجل. ده تمرين، ده تمرين، ده تمرين لو انا شايل وزن. طيب عايز اصعب شويه، ودي مرحله هتبقى صعبه جدا لو انا بستخدم الكوره فيها. لو انا عايز اعمل تمرين بطن وانا واقف، ده تمرين بطن اللي هو احنا كنا بنسميه اللوح الخشبي او البلانك. ده قوي جدا بالنسبه لحد اصلا مش في مرحله الولاده او بعد الولاده او كان حامل او لا، حتى لو كان راجل، لان بيعلي البالانس بتاع العضلات اللي هي التوافق العضلي العصبي بتاع العضلات، بيشغل الاعصاب كمان ومهم جدا. طب خلاص ده هنخليه في اخر مرحله، ده مهم جدا بس هنخليه في اخر مرحله. نستخدم الكوره ازاي في تمارين ثانيه ما بعد الولاده؟ هنام على ظهري.
نبتدي بليفل اقل ليفل وانزل. طيب انا بيحصل لي ضعف في عضلات الحوض الداخليه اللي هي الضمه، حط الكوره بين رجليا وانزل اطلع انزل تاني، واحد اتنين تلاته اربعه كده بقى انا قويت عضلات بطني من فوق ومن تحت، شغلتهم كلهم مع بعض باستخدام الكوره وكده استفدت من التمرين. ممكن ازود بقى تمارين دي بالنسبه للطبيعي هتبقى كويسه جدا او للحوامل، كده بنتمرن في كل حاجه. في حته ان انا ممكن اعمل بلانك تاني اللي هي اللوح الخشبي بس بطريقه الهاي بلانك، هاي بلانك اللي انا فارد ايدي، لو بلانك انزل بايدي، هاي بلانك فوق ثبات كده. انا قويت عضلات، حركه حرك رجليا اليمين، ممكن اعمل 8 عدات، بعد كده اثبت الشمال، ركبه لبره كده بحرك الجناب معايا، ركبه لبره طلع النفس، خلصت الهاي بلانك. ودي اسهل من اللو بلانك، ما ينفعش اكون عامل تمارين بطن فبقى مقوس فيجي لي تقعر في عضلات الظهر، ما ينفعش ما اعملش ستريتش لعضلات ظهري فيحصل لي اللي هو اللوردوسس، بطني تبقى قدامي نتيجه ان عضلات ظهري مشدوده. بعمل اطالات، خلصت دي هعمل عضلات اللي هي التويست بتاعت الكور منطقه البطن كلها، هاجي جنبي اليمين باخد نفس، خلصت ما لفش الناحيه الثانيه مره واحده لان العمود الفقري بتاعي مش جاهز ان هو يلف 360 درجه. خلصت اخد نفس واثبت في النص الناحيه الثانيه كده بقى احنا خدنا النهارده تقويه لعضلات البطن كلها الاماميه والجانبيه وبتاعت الجناب اللي من هنا والظهر من ورا، يبقى امننا منطقه الوسط اللي هي دايما بتبقى ضعيفه عن كل السيدات او الرجال عامه، بس اكتريه السيدات الحوامل بتبقى ضعيفه عندها لان المنطقه دي بيحصل فيها تغيير في التشريح بتاع الجسم. فكده قوينا العضلات دي وعملنا اطالات ليها عشان نرجعها للوضع الطبيعي بتاعها وطولها الطبيعي، وكده عشان خاطر ربنا يحفظهم الامهات كلهم طبعا بالنسبه لهم دي حاجه مهمه جدا عشان عضلاتهم بتتاثر اثناء الولاده. فبعد دلوقتي بنقويها تاني، ولازم تعرف ان التقويه دي بتبقى من التغذيه، ومهم جدا بعد التمرين، اي تمرين في الدنيا بيقطع الالياف بس، فلازم ناكل كويس الاكل الصحي عشان نغذي الالياف دي عشان تبني العضلات في المنطقه دي وتحرق الدهون اللي حواليها. وربنا يحفظكم جميعا مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.